كان من دعاء ابراهيم عليه السلام انه قال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فانتم الطلقاء اذهبوا فانتم الطلقاء وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا لذلك ربنا عز وجل لا يأذن بدخول الجنة إلا لمن سلم صدق الفرق بين ذلك أن سلامة القلب تكون مع عدم إرادة الشر بعد معرفته يعني سلامة القلب تجلس مقابل مع أخوه يعني لا يتذكر شيئا مما كان من الشقاق ولا من, من الخصام ولا من العتاب الذي كان في الدنيا أن سلامة الصدر من صفات الصحابة رضي الله عنهم والصالحين لا الحسابات ديال تما وديال التجارة وداك الشيء كيحسبها ولكن صرف عن الذكر وصرف عن القرآن <applause> قال تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فنطهر منها ألسنتنا يعني خصك أنت تفرح الأصل فيك أنك تفرح للمسلمين اذا اعطى الله عز وجل عبدا خيرا فانك تفرح مش انت تتالم وتتاسف لعلك اغضبتهم لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك اني لاتي على الايه من كتاب الله عز وجل فلوددت ان جميع الناس يعلمون منها ما اعلم منها اسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فافرح به ولعلي لا أقاضي إليه أبدا وإني لأسمع بالغيث أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح وما لي به من سائبة أكيد <applause> الناس اللي كيظنوا كي بأنه ذاك اللي سليم الصدر كيقول كي أحس درويش مهبول شوية يعني راه دغيا تضحك عليه دغيا كذا فيجعلون هذا ملازما لهذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي منّ علينا بهذا اللقاء وأسأل الله جلّ في علاه أن يجعله لقاءً مباركاً ونافعاً. نلتقي في هذه الجمعية المباركة إن شاء الله مع إخواننا وأحبابنا ونحاول ان شاء الله تعالى ان نتذكر بعض ما ينفعنا على الله عز وجل ان يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا الموضوع الذي سنتكلم حوله اليوم يتعلق بسلامه الصبر والمقصود بسلامه الصدر اي سلامه القلب لان الصدر انما هو وعاء والقلب هو الذي يسكن الصدر كما قال الله عز وجل فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فنقصد بسلامه الصدر اي سلامه القلب والسلامة هي النجاة من العيب ومن النقص. فالرجل إذا كان سليم الصدر فإنه نقي القلب طاهر الجنان لا يحمل غلا ولا حسدا ولا حقدا. وهذه في الحقيقة من المراتب العالية التي ينبغي أن يسعى إليها جميع المسلمين. ولذلك ما نراه من كثرة الإحاني والشحناء والبغضاء بين المسلمين هذا في الحقيقه امر دخيل لم يربي النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه عليه بل كان يربيهم على الالفه وكان يربيهم على الاخوه وعلى المحبه ولذلك جميع النصوص اذا تتبعناها نجدها تامر بكل ما يجمع شتات المسلمين وتحث عليه وترغب فيه بل وترتب عليه أجرا وثوابا يعني الإنسان إلى تتبع النصوص الشرعية في القرآن والسنة غادي يجد بأن هذه الأمور التي تؤدي إلى الوحدة وإلى جمع الكلمة وإلى المحبة وإلى الأخوة جاءت الشريعة بالترغيب في ذلك بل رتبت على ذلك من الاجور والثواب ما قد علمتم وما قد ياتي بعضه ان شاء الله تعالى في ثنايا الكلام. والعكس بالعكس كل ما يفت في عضد الاخوه ويخرم رباط المحبه جاءت الشريعه بالنهي عنه والتحذير منه بل ورتبت عليه الاوزار والاثام من اجل ان يحذر المسلمون ذلك وان يبتعدوا من ذلك. نبدأ بحديث مشهور وإن كان للأمانة هو حديث مختلف في ثبوته وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا. إذا هذا الحديث مضمونه أنه نهاهم أن يبلغ بعضهم شيئا عن بعض. تشي واحد ما يخبرني بشي حاجة قبيحة على شي واحد آخر. هذا المعنى ديال الكلام. فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هذا الحديث كما قلت يعني مختلف فيه بعض العلماء يضعفه لكن المعنى في الحقيقة يمكن إدراكه. فالإنسان إذا بلغه خبر عن أحد من جلسائه خبر سوء فإنه إن جلس إليه فإنه ينظر إليه نظرة نقص لا بد أن يتغير قلبه تجاهه مثلا إحنا نجلس في مجلس ونعرف بعضنا كل واحد كيعرف الآخر فلو وصلني الأخبار مثلا بأن فلان ممن يجالسك وقع في كيت وكيت أو ارتكب كيت وكيت من المخازن ثم جاء فجلس في مجلسي فإنه لا شك أنه سيتغير قلبي تجاهه وإن كتمت ذلك جهدي ولكن لا شك أنه يكون دون غيره ممن هو مستور الحب. هذا معنى ديال الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث كان يحرص على أن يبقى أصحابه مستوري الحال يعني قال لي عنده شي حاجه وما طلعش عليها النبي صلى الله عليه وسلم بغى يبقى بهذاك الشكل لا يريد ان يطلع عليه لا يريد ان يخبره يخبره احد عن احد شيء لانه يحب ان يخرج الى اصحابه وهو وهو سليم الصدر قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل اي الناس افضل طبعا الصحابه رضي الله عنهم من تتبع أحاديثهم وسؤالاتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أمرا عجبا فإنهم كانوا يسألون عن الأمور التي ربما لا تخطر لنا على بال نحن ممكن نسولوا على الأحكام ممكن نسولوا على العقائد ممكن نسولوا على المعاملات في البيع في الشراء في الإجارة في المساقات في المزارعة في غير ذلك كان عفوا نعرفوا الحكم واش حلال ولا ولكن بعض المسائل من الامور التي اختص بها الصحابه رضي الله عنهم فكانوا يسالون عن افضل الناس وطبعا سؤالهم لم يكن سؤال ترف ولم يكن سؤالا مرسلا ليس تحته عمل ما بان الصحابي اذا سال النبي صلى الله عليه وسلم على شي سؤال وسولنا قلنا علاش غير بغيت نعرفه صافي غير بغيت نعرفه وما حاجه نزيدها في راسي وصافي لا الصحابه كانوا يسالون من اجل العمل كانوا يسالون من اجل العمل حينما يسال بعضهم اي الاعمال احب الى الله لماذا يسال لانه يريد اذا عمل عملا ان يكون عملا مباركا كثير الاجر وافر الثواب وهذه هي الفطنه ديال العابد الذي يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل مثلا هذه العبادة فيها كيت وكيت من الأجر وهذه العبادة فيها أجر أكثر فإنه يقدم هذه على هذه لماذا؟ لأنه يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل أكثر فأكثر وكذلك يسألون عن أكبر الأكبائر من أجل اجتنابها ليعرفوا مراتب الفضائل ويعرفوا أيضا مراتب الرذائل هذا دأبهم رضي الله عنه إذن في هذا الحديث سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس شكون هم أفضل الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه صدوق اللسان نعرفه واضح يعني الذي يتكلم فلا يكذب في كلامه فما مخموم القلب ما مخموم القلب قال هو التقي النقي هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد هذا هو مخموم القلب يعني مخموم كأنه يعني مكنوس القلب يعني من قولهم خممت البيت أي كنسته هذا القلب هذا مش طبع ليس فيه إثم وليس فيه بغي الإثم يعني لا يحمل أمرا يمكن ان يترتب عليه اثم، يعني ما كيديرش شي حاجه اللي يمكن يترتب عليها اثم. وليس فيه بغي، البغي هو الظلم، لا يظلم احدا. وليس فيه غل، حقد، ولا حسد، لا يحسد احدا. إذن هذا هو افضل الناس بشهاده سيد الناس صلى الله عليه وسلم. اذا الصحابه حينما يسالون عن هذه الامور فاننا نوقن بانهم يريدون أن يرتقوا في هذه المدارج. لكي يسولوهم هما كيحاولوا يصلحوا القلوب ديالهم. ولكن فيها شي نقص، ولكن فيها شي يعني عيب، فإنهم يصلحون ذلك ويتداركون النقص. لذلك بلغوا تلك المنازل العالية من الكمال، رضي الله عنهم وأرضاهم. سلامة الصدر أيها الإخوة الكرام، هي من صفات الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والتسليم. وساكتفي بمثالين اثنين. يقول ربنا عز وجل عن نبيه ابراهيم الخليل عليه السلام: وان من شيعته لابراهيم لا اذ جاء ربه بقلب سليم. اذ جاء ربه بقلب سليم. اذا ابراهيم ياتي ربه عز وجل بهذا القلب السليم. وطبعا كما ربما تعلمون في ايه اخرى كان من دعاء ابراهيم عليه السلام انه قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم هذا اليوم الذي لا ينتفع به لا ينتفع فيه المرء بالمال الكثير ولا بالبنين وان كانوا ذوي عدد وإنما ينتفع بالقلب السليم إذا وافى به ربه عز وجل من اللي كيجي يوم القيامة وكيكون عنده ذاك القلب السليم جنبه الله عز وجل الله الخزي والندامة ولا تخزني يوم يبعث ثم جاء بهذا القلب السليم الذي سلم من الأهواء سلم من الشرك سلم من يعني المكدر المكدرات سلم من كل ما يمكن ان يعكر صفوه اذا هذا ابراهيم عليه السلام اما محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والرسل كان في غزوه احد وهو يوم ابتلي فيه المسلمون وزلزلوا زلزالا شديدا وذاقوا مرارة الهزيمة حتى خلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشجوا رأسه وكسروا رباعيته تصور النبي صلى الله عليه وسلم جاء يدعوهم إلى الهدى ليخرجهم من الظلمات إلى النور وبذل في ذلك جهده أسهر ليله وأتعب بدنه وأنفق ماله من أجل أن يخرجه من الظلمات إلى النور فكان أن قابلوه بالعناد وبالعصيان وبالحرب حتى شجوا رأسه الشريف شجوا رأسه يعني أدموا رأسه دم يتقاطع من رأسه صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته هذه الرباعي هذه السن هذه التي تكون حول الثنايا هذه جوج القواطع كيتسموا الثنايا اللي سميتهم الرباعيات ثم الانياب ثم الاضراس كسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون يعني ما اكتفى صلى الله عليه وسلم بان يسامحهم وان يعفو عنهم بل دعا لهم هذا قمه السلامه في هذا الصدر باش تعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحمل حقدا لاحد سليم الصدر لجميع الناس حتى من اذاه وبلغ الغايه في يعني محاوله قتله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون وايضا ابلغ من ذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه فاتحا منتصرا مظفرا لكنه دخل متواضعا متقنعا صلى الله عليه وسلم <applause> فقال للناس بعد أن عرضهم أمامه وتصور دابا المشركين الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه في نفسه وفي عرضه وفي أصحابه وكانوا يقتلون ضعفاء المسلمين ويؤذونهم إذاية شديدة فلما أمكن منهم جمعهم فقال لهم: ما ترون اني فاعل بكم؟ دابا غندير معكم؟ ما ترون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا لانهم علموا طيب معدنه صلى الله عليه وسلم وسلم تصدره قالوا خيرا يعني نظن انك تفعل معنا خيرا. اخ كريم وابن اخ كريم. اخ كريم وابن اخ كريم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء اذهبوا فأنتم الطلقاء إذن هذه الأمور حينما يمر عليها المسلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تبقي في قلبه أثرا إحنا الله يجزكم بخير تفقوا على هذه المسألة لا نريد أن يكون هذا العلم حجة علينا يوم القيامة بل ينبغي أن يكون حجة لنا نهتدي به إلى معالي الأمور لأننا إذا عرفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه ومواقفه فينبغي أن نجتهد ليكون لنا من ذلك نصيب نجتهد التحناء طبعا النفوس قد تغلب لكن حول حول التحناش وحدنا صرفنا يعني العيب واذانا ثم جعل الله عز وجل العاقبه لنا وقدرنا عليه فاننا نصفح ونعفو والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعد ان اقسم قسما لا حنث فيه قال ثلاث اقسم عليهن وذكر منها قال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا بعض الناس يظن بانه ان عفى عن غيره فانه يذل كيقول لك دابا هذا الانسان دار ودار ودار الا سمحت له اه يقول الناس هذا راه هذا مدلول لكن الله عز وجل يجعل له العزه اذا هو عفا بعد المقدره طبعا العفو انما يكون بعد المقدره لكن الانسان ما قادر كيف يطالب بالعفو فالعفو يكون بعد المقدره إذا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكه منتصرا ومع ذلك عفا عن من كان يقاتله ومن اخرجه من بلده ومكه احب البلاد اليه واخذوا اموالهم واستولوا على ديارهم يعني الانسان اللي كي يسمع مثلا الهجره يمكن ما يتصورهاش ذاك التصور الكامل راه المشركين من اللي خرجوا المسلمين من مكه استولوا على اراضيهم وعلى انعامهم وعلى اموالهم وعلى ديارهم ملكوا ذلك كله استولوا على داكشي حتى شيء ما تركوا للمسلمين شيئا الصحابه لما هاجروا الى النبي صلى الله عليه وسلم مشوا فقراء ما عندهم شيء مشوا يديهم على رسم تركوا ذلك خلف ظهورهم اذا مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما قال صلى الله عليه وسلم <applause> ايضا ينبغي ان نعلم ايها الاخوه الكرام ان سلامه الصدر من اعظم النعيم الذي ينعم الله عز وجل به على اهل الجنه اهل الجنه ينعم الله عليهم نعيما لا يمكن ان يتصوره احد ولا ان يخطر على قلب بشر من جمله هذا النعيم انه يجعل صدورهم سليمه يقول الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابله لان النعيم ديال الجنه خصو يكون كامل ما يكون فيه نقص ما خصوش يكون فيه شي تنغيص فتصور لو ان عبدا من عباد الله استوجب دخول الجنه لكن دخل هو ومن كان عدوا له في الدنيا وبقيت تلك العدمة لا يمكن ان تحصل تلك يعني النعمه بتمامها هو جالس وكيتفكر وانت واش عقلتي اللي كدير معايا في الدنيا فيكون في ذلك النعيم شيء من النقص. لذلك ربنا عز وجل لا ياذن بدخول الجنه الا لمن سلم صدره. فان بقي فيه شيء ينزعه الله عز وجل. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرور متقابل باش اذا كانوا جالسين اولياء الله الذين فازوا والذين دخلوا الجنه زحزحوا عن النار فانهم يجلسون اخوانا على سرر المتقابل كي يجلس مقابل مع اخوه ما يعني لا يتذكر شيئا مما كان من الشقاق ولا من, من الخصام ولا من العتاب الذي كان في الدنيا لذلك قال ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرور المتقابلين عن عمران بن طلحه بن عبيد الله عمران بن طلحه بن عبيد الله طبعا طلحه بن عبيد الله هو احد العشره المبشرين بالجن لما كانت وقعه الجمل بين الصحابه رضي الله عنهم كان طلحه في معسكر غير معسكر علي رضي الله عنه حصل بينهم قتال فاستشهد طلحه رضي الله عنه استشهد طلحه في وقعه الجمل فادخل عمران بن طلحه على علي رضي الله عنه. ادخل عمران بن طلحه على علي رضي الله عنه وذلك بعد بعد وقعه الجمل وبعد استشهاد ابيه. ماذا فعل علي رضي الله عنه؟ رحب به وادناه وقربه كانه يطيب خاطره من اجل ما وقع لابيه في وقعة الجمل فقال له إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور المتقابل إني لأرجو الله أن يجعلني وأباك يعني طلحة ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين إذا هذا النعيم ومن اعظم ما يكرم الله عز وجل به اهل الجنه. وقد جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر ليله البدر. والذين على اثارهم كاحسن كوكب دري في السماء اضاء. هذه دابا المراتب ديال الناس اللي كيدخلوا الجنه. اول زمرة يكونون على صورة القمر ليلة البدر والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين إلى آخر الحديث والحديث في صحيح البخاري الشاهد أن قلوبهم على قلب رجل واحد معنى قلوبه على قلبي رجل واحد يعني ليس هناك قلب يفوق القلب الاخر كلهم قلوب نقيه خاليه من الحسد والتباغض كما جاء في الحديث ايضا مما ينبغي ان يعلم في هذه الخصله العظيمه ان سلامه الصدر من صفات الصحابه رضي الله عنهم والصالحين قال سبحانه وتعالى عن الأنصار طبعا لا يخفى عليكم أن أعظم الناس بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الأنصار والمهاجرون على رأسهم الأنصار والمهاجرون يقول الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر اليهم الذين تبوأوا الدار والايمان هم الانصار يعني الذين كانوا في المدينه يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا لا يجدون في صدورهم حاجة اي حسدا مما اوتوا اي مما اوتيه المهاجرون من الفضل لان الله عز وجل جعل للمهاجرين من الفضائل الكثيرة فليس من خرج من داره وأوذي وخلف ماله وداره وأبناءه كمن كان آمنا في سربه وكان معافا في بدنه ولم يتعرض لشيء من الإذاية إذا ليش كأن المهاجرين يعني من من ممن أوذي في الله عز وجل مع ذلك الأنصار أحبوهم وآووهم ونصروهم واستقبلوهم وقاسموهم اموالهم وديارهم رضي الله عن الجميع وما وجدوا في صدورهم حاجه مما اوتيه اخوانهم المهاجرون ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون عن اياس بن معاويه بن قره عن ابيه في وصف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يصف الصحابه قال كان أفضلهم عندهم يعني الماضين تحدثوا عن من مضى كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدرا شوف دابا المقياس ديال الفضل عند عند هاد الناس ماشي مقياس بكثرة المال ولا بكثرة الجاه ولا الولد ولا حتى بكثرة العبادة الصلاة والصيام وكذا لا كان أفضلهم عندهم اسلمهم صدرا واقلهم غيبه اسلمهم صدرا واقلهم غيبه لكي يكون القلب ديالو سليم وهذا سبحان الله يعني في كل زمان ومكان ملي كتلقى دابا شي واحد سليم الصدر لا يحمل حقدا كتلقاه ساهل يعني اذا يرجع كيرجع وقاعد تتخاصم معاه وداك الشيء وتجي تقول له ودي اسمح لي اسمحنا عليك قد هاني الله يسامحنا عليك يكون محبوبا في الحقيقه يعني يالفه الناس لكن هذاك اللي خصو يجرجرك ويمرتك وكذا ولا داكشي اللي درتي كذا ما نسمح لك تلك كذا كذا ويبقاو يدخلوا الناس ويشفع فلان وفلان ولا يكاد يصفح هذا ما كيكونش بحال هذا ولكن اللي كيكون سليم الصدر كما سمعتم دائما يصفح علاش لانه تيعرف بان هذاك الصفح يزيده الله عز وجل به عزا وقد علمتم ان الصديق رضي الله عنه عفا عن امرين يصعب على من كان عربيا ان يتخيله لان العرب كانوا اشد الناس غيره خصوصا في باب الاعراض فاوذي ابو بكر رضي الله عنه في ابنته عائشه رضي الله عنها لما تكلم الناس بحديث الافك تصور وانت الرجل المسكين الذي لست بصحابي ولست ممن له تلك المقامات العظيمه وابنتك مهما كانت عفيفه لا يمكن ان تكون مثل عائشه رضي الله عنها ولكن من تكلم في عرض ابنتك فانك لا تطيق ذلك ولا تكاد تكلمه يوما من الايام بل تقاطعه وتسعى في الانتقام منه ولكن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه لما كان سمع هذا حديث الإفك كان قريب له يقال له مصطح قريب يعني كي يجي سيدنا أبو بكر في شي حاجة فغضب كما يغضب البشر فقال أمنع عنه النفق كان الله فيه دور معه لفقره ثم لما قال مقالته أمسك عنه النفقة أمسك, أمسك تلك النفقة وقال لا اصله بشيء بعدها فأنزل الله عز وجل في كتابه: ولا يأتلِ، اي لا يحلف من القسم. ولا يأتلِ أولي الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون ان يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي بلى أحب أن يغفر الله لي فعفى عن مصطح بل ورد إليه النفقة بل وقال والله لا أنزعها منك أبدا والله لا أنزعها منك أبدا هذا الرجل الذي تكلم في عرضه بغير وجه حق وإنما هو كلام سرى من أفواه المنافقين وقد تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة واغتر به بعض المسلمين فشوف دابا قضية العفو والدرجة ديالها فين كتوصل حينما يكون العبد موقافا مع كتاب الله يرجو ما عند الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم واش حنا دابا إلا تصورنا هذه الآية يعني تصور صحيح واش حنا ما تنغلطوش حنا متى يقعش منا الذنب والزله والخطيئه بل بعضنا يقع في كبائر الذنوب وان لم يشعر لان الكبائر ما تصورش بانه كبيره هي الزنا هي الخمر هي السرقه هي قتل النفس فقط لا كاين كبائر لربما كثير منا يقع فيها لكن لقله علمه لا يعدها من الكبائر كبيرة وصغيره لاش لان مقياس يعني العلم هو الذي يحدد الكبيره من الصغيرة هو الذي يحدد حجمها لا الناس لا سولتهم غادي تلقاهم عندهم خلط في ترتيب هذه الاولويات يقدر يقول لك مثلا هذه اعظم من هذه والشرع يأبى ذلك فلذلك الانسان حينما يعلم انه لا يسلم من مقارفة الذنب والله عز وجل يقول لهم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم واش ما بغيتوا يعاملكم الله عز وجل مثل هذه المعامله ولا عملت شيء ذنب شيء ما يسمح لكمش يؤاخذكم بذلك الذنب يعاملكم بعدله سبحانه وتعالى اترضون هذا لا احد من الناس يرضى هذا فلذلك هذا فيه حث على العفو على الناس والصفح عن زلاتهم ومقابلتهم بالاحسان كما كان يفعل الصحابه رضي الله عنهم قال سفيان بن دينار لابي بشر: اخبرني عن اعمال من كان قبلنا. اخبرني عن اعمال من كان قبلنا. قال: كانوا يعملون يسيرا. كانوا يعملون يسيرا. ويؤجرون كثيرا. اذا العمل ديالهم كان كان يسير على قد الحال ماشي شي حاجه كتير يعني تصوروا احنا شي شي عباده خارقه. لا يطيقها البشر. لا كانوا يعملون يسيرا. ويؤجرون كثيرا. الاجر كثير وخا العمل قليل الاجر كثير قال سفيان ولما ذلك؟ هذا مما يدعو للعجب كيف يكون العمل يسيرا ويكون ما يقابله من الاجر كثيرا ادعو للعجب لما ذلك؟ ما هو السبب؟ قال لسلامه صدورهم قال لسلامه صدورهم لان العمل قد يكون في ظاهره قليلا لكن الله عز وجل رتب عليه اجرا عظيما وقد يكون العمل في ظاهره وصورته كبيرا لكن اجره قليل هذا بالنسبه للعمل يعني الذي يعني يتعاطاه جميع الناس لكن اذا نظرنا الى العامل فان هناك امورا اخرى تؤثر في العمل وكثره ثوابه او تنقص اجره وثوابه كل عمل حق الصلاه مثلا اسهل مثال كان صلى واحنا جميعا الحمد لله ولكن هل صلاه احدنا مثل صلاه الاخر ممكن نقوم في صف واحد في فرض واحد خلف امام واحد ولكن ما بين صلاه هذا وصلاه هذا ابعد مما بين مشرق والمغرب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينصرف من صلاته يعني يفرغ منها وما كتب له منها إلا إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا سدسها إلا خمسها حتى قال إلا عشرها تصور واحد كتب له الله عز وجل نصف خمسين في المئة واحد كتب له عشرة في المئة من هذيك الصلاة مع أن هذا صلاة هذا صلاة بحال بحال صلاة عشرة ركعات أربعة ركعات أربعة ركعات ولكن هذا كتب لي الله عز وجل الأجر فوق هذا لماذا؟ سلامة الصدر خشوع لم يكن عنده شيء من الرياء ولا السمعة لم يكن عنده شيء من المحبطات إذا كان أمور محبطة تحبط تحبط العمل لذلك العبد اذا كان تقيا نقيا واتى بالعباده اليسيره فان الله عز وجل ياجره عليها اجرا عظيما الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث مشهور معروف سبق درهم مئة الف درهم سبق درهم مئة الف درهم تصوروا هذه كن درهم واحد الانسان انفق درهم في سبيل الله واخر انفق مئة الف درهم لكن من اللي نجيو للحساب والاجر والثواب هذاك مول الدرهم الواحد عنده الاجر اكثر من هذاك مول مئة الف درهم عجيب لان هذا الاول حينما انفق ذلك الدرهم ما كان عنده الا درهمان ان دابا الناس اللي كيعتنيو كي بالرياضيات وكذا هذا كان عنده درهمان يعني كانه انفق شطر ماله راه النص ديال الثروه ديالو هذه هذه على البركه راه النص ديال داكشي اللي واما الاخر فرجل غني جاء الى عرض ماله فاخرج حفنه من الدراهم اخرج مئة الف درهم ولكنها لا تساوي بالنسبة لما أعطاه الله من المال لا تساوي شيئا فسبق درهم مئة ألف درهم اذا الانسان فاش كيكون مخلص لله عز وجل يريد ما عند الله عز وجل فان العمل وان كان يسيرا فانه تكثره النية تكثره النية فتجعله مباركا فتجعله مبارك. لذلك الانسان يجتهد في هذا والله الذي لا اله الا هو ان فات الانسان حظه من الاخلاص لله عز وجل في عمله فلا يتعنى ولا يتعب نفسه لا ما يبقى اي راس لا في فضاء الاعمال لا في الذكر ولا في قيام الليل ولا في الانفاق غير يخلي فلوسه عنده اذا كان ينفق المال ثم يتبعه منا واذى وان كان يصلي او يقرا القران ويتبع ذلك رياء وسمعه فلا حظ له في الآخر. وقد علمتم حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي ذكر فيه الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة أعمال عظيمة جليلة في الإسلام في صورتها لكنها لما فقدت الإخلاص كان أصحابها ليس فقط من أهل النار بل من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عياذا بالله هما الأولين هما الأولين وإلا بغينا نقولوا هذيك الأعمال حنا غنشوفوا ديك الأعمال في الظهر ديالها وغادي نحكموا الحكم ديالنا لاننا امرنا ان نحكم على الظاهر والله يتولى السرائر كنشوف فلان يقرا القران والناس كيغبطوه يقولوا ما شاء الله يقرا القران وهبه الله عز وجل صوتا نديا وفقه الله عز وجل لاقامه حروف القران عالم بالتجويد وربما يعني جمع القراءات وكذا 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 يعلم الناس ويقرئهم تخرج على يده فئام من الناس يحفظون القران ومع ذلك حينما يؤتى به يوم القيامه ويعرفه الله نعمه فيقول ما عملت ياك الله عز وجل هو اللي وهبك راه هادشي راه كله ديال الله عز وجل راهي لا ما مكنكش الله عز وجل تحفظ الله ما تحفظ حرف واحد هما الناس دابا يعني قاريين وعندهم ذكاء وعندهم فطنه في الامور ديال الدنيا لا يعني الحسابات ديال تما وديال التجاره وداك الشيء كيحسبها طايره ولكن صرف عن الذكر وصرف عن القران وانت وهبك الله عز وجل هذه الهبه اش فيها؟ كيقول يا ربي ما تركت بابا من ابواب الخير الا يعني قرات القران واقراته فيك ابتغاء اوجهك وشو سبحان الله العلماء كيقول لك بان الانسان اذا كان فيه النفاق وفيه الكذب وكان ذلك يخيل على الناس ويسري بين الناس فيظن ان ذلك ينفعه في الاخره هو بشده ديما كيكذب وديما كيعيش يعني جوج ديال الوجوه متقلب ظاهره غير باطنه فكيظن بانه لم يمشي عند الله عز وجل وساله فانه سيخرج من ذلك بكذبه. يا ربي راه انا كنت كنقرا القران ابتغاء وجهك وكنت اقرئ القران ابتغاء وجهك فيقال له كذبت. واش حنا بنادم كيلعب. الله عز وجل عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. يقال له كذبت انما قرات ليقال لي قارئ اذهب فقد قيل. كنت كتقرا غير باش يقولوا الناس قارئ اذهب فقد قيل يعني ذاك الذي اردته قد حصلته في الدنيا هذاك الاجر وذاك الجزاء اللي بغيتي ما أخذيتيه طار صيتك في الافاق كل شيء كان كيتكلم عليك فقيه الفقيه 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 هز الفقيه حط حصلت ذلك في الدنيا ليس لك نصيب في الاخره فيؤمر به فيسحب على وجهه الى نار جهنم هذا قارئ القرآن المعظم بين الناس ومع ذلك لما فاته الإخلاص كان مصيره إلى جهنم وبئس المصير كذلك الرجل يقاتل يقاتل يعني يخرج ويعرض مهجته للتلف ترى ما سهلاش باش الانسان يخرج يمكن ينتصر يمكن يتقتل تقتل فيقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد يقال لو كذبت إنما قاتلت ليقال فلان جريء اذهب فقد قيل ويؤمر به فيسحب على وجهه لنرجع والآخر صاحب المال ما تركت بابا من أبواب الخير تحب أن ينفق فيه المال إلا أنفقت فيه فيقال له كذبت إنما أنفقت ليقال فلان كريم اذهب فقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه نرجع لذلك قضيه الاخلاص هو لب الامر كله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما امروا الا ليعبدوا الله حاله كونهم مخلصين له الدين فكل عباده لا يستحضر فيها العبد الاخلاص لله عز وجل واراده توجيه فان ذلك العمل باطل لا يستفيد منه بصريح الحديث إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغي به وجهه لا يقبل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالص وابتغي به وجهه يقول الله عز وجل عمن تأخر إسلامه يعني لش كأن الصحابة فيهم من تقدم إسلامه ومن تأخر إسلامه يعني أبو بكر رضي الله عنه ما كانت له كبوة ما كانت له كبوة مجرد ما خبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أوحي إليه قال آمنت بما جئت به الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه ما من أحد دعاه إلى الإسلام وكانت له كبوة إلا أبا بكر كل واحد يقول لي إيه, إيه هذا يا بلاتي تنشوف التي تنفكر أعطيني مهلة أعطيني كذا إلا أبا بكر من الاول ديالو ما كانت لوكب مباشره اسلم كذلك يعني السابقون خديجه رضي الله عنها يعني بلال بن مسعود يعني علي رضي الله عنه الناس اللي سبقوا الاسلام هذول الاولين ثم بعد ذلك جاء المهاجرون يعني ثم تلاهم الانصار الله عز وجل يخبرنا عمن جاء بعدهم الاصل في من جاء بعد الصحابه تابعون واتباعهم الى الى يومنا هذا كل شيء كنت سمو... يلزمون هذا الوصف يقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اذا شوف كيف ادبنا الله عز وجل وكيف امرنا نتعاملوا مع الصحابه مع السابقين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، لا تجعل في قلوبنا غلا. يسالون الله عز وجل ان يطهر قلبهم من الغل. وشوف دابا الناس اللي كيوقعوا في الصحابه رضي الله عنهم. يطعنون فيهم. ويلمزونهم ويكذبونهم بل بعضهم يكفر الصحابه رضي الله عنهم ويسبهم ويشتبهم على المنابر كما تفعل الرافضه لا الله في الناس امثالهم كي يكفروا الصحابه رضي الله فلذلك مالك رحمه الله كان لا يرى للرافضه حظا في الفئه ما عندهمش الحظ في بيت المال المسلمين لماذا؟ لأنهم وقعوا في أصحاب رسول الله ويستدل بآية الفتح يعني الله عز وجل قال لما ذكر الصحابة وذكر مثلهم في التوراة والإنجيل قال الله عز وجل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار قال من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية لي لقى عنده في القلب ديالو غيظ على الصحابة غير يشوف كي مع هذه الآية ليغيظ بهم الكفار الكفار يتغيظون إذا سمعوا ذكر الصحابة رضي الله عنه إذا المسلم خصو يكون الصدر ديالو سليم للصحابه يدعو لهم كما أدبه ربه عز وجل يدعو لهم بالمغفرة والرحمة وحتى ما كان بينهم كما ذكرنا دابا وقعة الجمل ولا صفين ولا داك اللي كان بين الصحابة لا ينبغي أن يخوض فيه المسلم دابا كاين بعض المسلمين كيقول لك لا خصنا نشوفوا داك الشيء خصنا نقراو وخصنا نحققوا وكذا وينطلق بغير زاد هو المسكين يظن أن معه شيئا من العلم يفرح به وكيبدا يقلب في الكتب ويقلب في كتب التاريخ ولا كأن ان فيها الغث والسمين فيها الصعوب والخطا فيها الروايات المدسوسه من قبل الرافضه واشباههم وكتلقاه كيقلب يقول لك ها ومعاويه ومغيرة بن شعبه وعمر بن العاص وكذا ويبدا يقلب ما لك ولا هذا تلك امه قد خلت لها ما كسبت اقبل على شانك اقبل على نفسك اعبد ربك كما امرك ودعك من هذا ويعجبني كلام لي عمر بن عبد العزيز رحمه الله انه جاءه رجل فساله عن الفتنه التي شجرت بين الصحابه فماذا قال له؟ قال تلك فتنه طهر الله منها سيوفنا فنطهر منها السنتنا شوف الاصحاب العقل السديد والراي الراجح شذيك الفتنه الله عز وجل عصمنا ونجانا وما دخلناش فيها بالسيوف ديالنا فلم نصل فيها دما اي واش بقى لنا السنتنا اش فيها بالسنتنا لا فلا دابا بغينا نحقوا شكون اللي ظالم وشكون اللي مظلوم شكون اللي في الباغيه شكون اللي كذا هذا في الحقيقه ما فلذلك الصحابه من معتقد اهل السنه انهم يمسكون يمسكون عما شجر بينهم يمسكون ام اشجر بينهم لعل هؤلاء الصحابه قد حطوا رحالهم في الجنه وانت مشغول بالطعن عليهم وبازدرائهم وفي نفسك غل وفي قلبك حقد عليهم فتصيبك هذه الايه ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ها هنا حديث يرويه انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه انا بغيتكم غير تصوروا معي احنا الحمد لله جالسين في مجلس خير ومجلس ذكر تصوروا معايا المجالس ديال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت جالسين والرسول صلى الله عليه وسلم باش تعرفوا سبحان الله اهل الاخره والفرق بينهم وبين اهل الدنيا الناس اذا جلسوا الان يتكلمون فيما يصلح دنياهم طيب طبعا هذا لا عيب فيه اذا كان بقدر اصلاح الدنيا واصلاح المعاش والكسب لا عيب فيه ولكن ان يكون هو الشغل الشاغل للانسان حتى لا يكون له حظ ولا نصيب في ذكر امر الاخره كل الناس اللي عايشين هكا ما عندوش علاقه بامور الاخره لا يفكر فيها ولا يسال عنها ولا يبحث عنها من نهار لي يجلس هو الدنيا، الدنيا،, الدنيا 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 الفلاحه الفلاحه الفلاحه, الفلاحة، التجارة،, التجاره التجاره الوظيفه 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 الحرفه 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 هذا هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم شوف كيف كيربي الاصحاب ديالو لذلك حينما ترى هذه المواقف للصحابه تعلم بان من رباهم كان يحرص على قلوبهم وكان يحرص على تزكيتها وعلى ان ترتفع ترقى وان تترقى والا تبقى منشغله بامر الدنيا قال يطلع عليكم من من هذا الان رجل من اهل الجنه راه يدخل من هذاك الباب واحد الرجل من اهل الجنه طبعا الصحابه يعني ماشي عندهم زيد ناقص لا كل شيء بدات يترقب كل شيء حاضر فطلع رجل من الانصار تنطف لحيته من وضوئه باش تعرفوا بانهم فعلا اهتموا بالموضوع بداو تيصفوا هذاك الرجل اوصاف دقيقه جدا يعني ماشي دابا دخل صافي وما عندنا راه صافي من اهل الجنه الله يسخر ليه ربي اللي عطاه لا بغي يعرفوا علاش بعدا علاش لان هذا الرجل كيفاش يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بانه من اهل الجنه خصو يشوفوا العمل ديالو يعني طلع رجل تنطف لحيته من اثر وضوئه يعني بقي الله توضا لحيته ديالو باقي كتقطر من من اثر الوضوء قد تعلق عليه في يده الشمال شوف دابا الوصف الدقيق تعلق نعليه في يده الشمال ماشي في اليمين دقة الوصف فلما كان الغد صافي هذا نفضل هذا المجلس فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حل المرة الأولى فطلع الرجل ذاته فلما كانت الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته ثم طلع الرجل كهيئته في المرة الأولى والثانية فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وانفض المجلس تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال له اني لاحيت ابي اني لاحيت ابي من الملاحات وهي المخاصمه يعني قال لي راه انا والوليد كنا كنتكلموا تزايدنا شويه في الهضره فاقسمت الا ابيت عنده ثلاثه حلفت قلت والله من من عندك ثلاثة ايام فإن رأيت أن تؤويني حتى تمضي الثلاث فعلت أبلك تضيفني الله يجزك بخير راني يعني نتخاصم مع الوالد قال نعم قال انس راوي الحديث وكان عبد الله يحدث انه بات عنده تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا اذا قيام الليل ما كاينش ماشي يقول زعما فاتنا بقيام الليل لا يقوم الليل قال غير انه إذا تعار على فراشه تقلب ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر ولكن ملي كترميه الفقة كيبقى يذكر الله عز وجل حتى حتى الفجر قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خير غير أني لم أسمعه يقول إلا خير يعني هاد العبادة ما كاينة شي كثيرة ولكن ما سمعت منه شي حاجة ديال ديال السوء ما سمعت يغتاب احد ولا يذكر احدا بسوء. قال فلما مضت الثلاث الليالي وكدت ان احتقر عمله. الصحابه الصدق ديالهم والله انا اتصور الصحابه ان الله حباهم بقلوب كافئده الطير. قلوب ديالهم يعني صافيه ونقيه بحال الطير. قال لك ملي مرات ديك ثلاث ايام صافي انا بان لي هذا العمل ديالو قليل. حقرت انا هذا العمل ديالو. كدت افعال المقاربه كدت ان احتقر عمله فقلت يا عبد الله اني لم يكن بيني وبين ابي غضب ولا هجره نجيك الصراحه عام خاصم مع الوالد موال ولكن ها علاش جيت عندك ودرت هذه الحيله وقلت لك هذا الكلام غير باش نشوف العمل ديالك قال فلم اراك تعمل كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باش اختصر الحديث قال الرجل ما هو الا ما رايت هذا الشيء اللي كاين ما خبيت عليك والو هذا هو العيب يعني ماشي باش ما يظنش بانه غير حيت بيت عنده قال صافي بلا ما نصلي معاه لا يكون فيه الرياء ولا كذا حتى نكون بوحدي عاد نقوم الليل من معايا الضيف غادي النعس واخفي عملي واجعله خبيئه بيني وبين ربي لا لا قال لي هذا راه الايام كلها هكا ماشي زعما غير على حساب ما هو الا الا ما رايت قال فلما وليت صار صافي اسم انه بغى يمشي في فلما وليت دعاني. قال ما هو الا ما رايت غير اني لا اجد في نفسي لاحد من المسلمين غشا. وفي روايه غلا. ولا احسد احدا على خير اعطاه الله اياه. هذه اللي زايده. لا احمل في نفسي غشا على احد من المسلمين، ولا احسد احدا على خير اعطاه الله اياه فين ما نسمع شي واحد اعطاه الله عز وجل شي خير كنفرح ليه هذه في الحقيقه قمه ديال سلامه الصبر لان كاين سبحان الله الحاسد معذب ولذلك كان يقال ما رايت ظالما اشبه بمظلوم من الحاسد ما كاينش شي واحد اللي هو في الحقيقه ديالو ظالم ولكن الصوره ديالو بحال مظلوم تيبقى فيك مسكين لانه من اللي كتجي النعمه لعند الناس هو تيبقى يتالم مسكين تلقاه مسكين مقصح وداكشي وفلان راه نجح في الامتحان وفلان راه تزوج وفلان راه عطاه الله الاولاد وفلان راه كسب في واحد الصفقه يعني تصور ان يكون قلبك مشغولا بحسد من وهبه الله عز وجل هبه من هيباتي يعني خصك انت تفرح الاصل فيك انك تفرح للمسلمين اذا اعطى الله عز وجل عبدا خيرا فانك تفرح مش انت تتالم وتتاسف لذلك قال لك ما كان انا شيء شي ولا احسد احدا لان الحقيقه الحسد هو في الحق سوء ادب مع الله ليش هو المعنى ديال الحسد وانه يقول لربه عز وجل إنك لست حكيما في قسمتك لماذا أعطيت فلانا وأنا أحق بذلك العطاء منه علاش تعطي لهذاك ما يستاهلش هذا اللي يستاهل علاش هذاك عنده دوك فلوس وعنده دوك الخير وداك الشيء ومليان أنا أحسن منه أنا قاري أكثر منه وأنا عندي أكثر منه علاش فالحاسد يعترض على حكمة الله عز وجل والأصل أن العبد يرضى بما قسم الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمع ذلك الإنسان حينما يعلم بأن هذه القسمة هي قسمة الله فكيف يعترض عليه الله عز وجل قسم جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا جعل هذا سليما وجعل هذا سقيما جعل هذا ولودا وجعل هذا عقيما قسمه الله كيف تعترض على ربك وخالقك سبحانه وتعالى سل الله الذي اعطاه ان يعطيك قل يا رب كما اعطيت لفلان اعطني يا رب كما وسعت فلان وسع أنا الله لان الانسان حينما يكون عنده سوء الظن يعني تغيب عنه الحقائق والمدركات لان احنا فاش كتكون عندنا عقيده صحيحه كنعرفوا بان ما في يد الله عز وجل لا ينفد دابا حنا ماشي حنا مشتركين مش عند واحد الغني كنجيو دابا مثلا عند واحد الغني بغيتي تطلبوا انت ويطلبوا هذا ويطلبوا هذا, ويطلبو هذا ولا جينا كثر غادي يقولوا صافي هادو زحمونا كان بغيت مثلا 100 درهم لواحد صافي غادي يقسم لنا غادي يعطينا 50 على يعني واه دابا هو الله الطاقه ديالو باش يخرج مثلا واحد 1000 درهم في النهار ولا 2000 ولا كذا يعني خصنا نمشيو ب... شوية بشوية مشينا يد الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار الله عز وجل ما عنده لا ينفد إذا من اللي كيعطي لهذا الإنسان خير كثير سأل الله أن يعطيك مثله أو أكثر منه أتظن أن ما عند الله ينفد ما عندكم ينفد وما عند الله باق سبحانه وتعالى من اللي كتعرف الغنى ديال الله عز وجل وأن خزائنه لا تغيضها نفقه تطلب الله عز وجل وترجو ما عنده وحينئذ لا يمكن أن تحسد أحدا ما تحسدش لأن هذاك هو غير عبد هذاك أعطاه الله وليس هو المعطي الذي أعطاه هو الرب الحكيم العليم سبحانه وتعالى الذي لا يضع لا يضع شيئا إلا إلا في مكانه له في ذلك الحكمة البالغة سبحانه وتعالى يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: "ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة نوافل الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة". هذا مثل ما تقدم معنا، يعني الموازين التي كان يدرك بها السلف معالي الأمور والقدر العظيم والمنزلة السامية ليست الصلاة ولا الصيام، إن هذه عبادات لازمة لأصحابها، عبادات بينك وبين خلقك. ولكن كيف يمكن أن تنبل؟ وكيف يمكن أن يصير لك قدر عند الناس؟ قال بسخاء الأنفس، لك تقال إنسان سخي يجود بما في يده وسلامة الصدور كما قلنا، والنصح للأمة إذا كان العبد ينصح للناس ويبتغي بذلك وجه الله ويترفق بهم من أجل أن يصلح مع وجه من أخلاقهم فإن هذا يدرك شأوا عظيما مر أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه على سلمان وصهيب وبلال في نفر طبعا أبو سفيان رضي الله عنه ووالد معاوية وكان مشركا يومئذ طبعا هذا كان يعني بعد غزوة بدر في الهدنة لما كانت الهدنة بين المسلمين و وقريش الهدنة يعني بحال كي تنسميو الآن كيقول كي لك وقف إطلاق النار كتكون يعني فئتان متحاربتان ثم يصطلحان على هدنة يقدرانها غيقول لك غادي نوقفوا الحرب عام عامين عشر سنين فاللي فك... بدعة التاني بالحرب يكون قد غادر ففي زمن الهدنة بعد مدزت غزوة ديال بدر وقتل صناديد قريش وكان أبو سفيان منهم لكن الله عز وجل أراد به خيرا فلم يقتل في تلك الغزوة هذ الصحابة كانوا مستضعفين يعني هم حينما تكلموا تكلموا لأنهم يتكلمون عن عدو لهم ممن كان يسهم في سومهم العذاب. يعني سلمان الفارسي، صهيب الرومي، بلال الحبشي، في نفر يعني من الضعفاء. اش قالوا؟ قالوا والله ما اخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما اخذها. والله ما اخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما اخذها. يعني لو انها عملت في عدو الله لا أبانت عنقه عن عن بدنه يعني ما يعني علاش يقصدوا يعني بان ابا سفيان ما تقتلش في ما اخذت سيوف الله من عدو الله ما اخذها يعرضون ب ابا سفيان دايز هما تيلوحوا ليه الهضره كما تنقول فسيدنا ابو بكر رضي الله عنه قال اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم أنكر عليهم أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم طبعا أبو بكر رضي الله عنه ما فعل ذلك حبا في أبي سفيان ولا بغضا لهؤلاء الأخيار من ضعفاء الصحابة ولكن من أجل أن يتألف قلبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في غزوة الفتح غزوة الفتح اللي تكلمنا بأن دخل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني منتصران مظفران وقد فتح الله عليه مكة ومع ذلك اش قال لهم قال لهم من دخل المسجد فهو امن ومن دخل بيته فهو امن ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن لانه يعلم ان ابا سفيان كان يحب الشرف فاراد ان يجعل له من ذلك شيئا بغى يجعل لي واحد الحظ من الشرف يعني هو مشرك وطبعا هذه القسمه الثلاثيه لا يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم مثلا اللي سد عليه الباب دياله ما نتعرضوش اللي دخل المسجد ما نتعرضوش ولكن من تعرض لقتالنا فاننا نقاتله فلماذا احتاج ان يزيد من دخل دار ابي سفيان من اجل هذا ليتالف قلبه رضي الله عنه فكان كذلك من بعد اسلم رضي الله عنه وحسن اسلامه اذا سيدنا ابو بكر اش قال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره إذا سيدنا أبو بكر مشى ودخل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد قال فلان وفلان وفلان كيت وكيت فأنكرت عليهم وقلت لهم كيت وكيت يحكي لي ذلك شكل موقع فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لك ما تكون غضبتهم لأنهم هم خير عند الله من أبي سفيان يومئذ وهو مشرك لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك إذا شوف سيدنا أبو بكر كيف غادي تنزل عليه هذه الكلمات إن كنت أغضبت هؤلاء لقد أغضبت ربك ربك سبحانه وتعالى يغضب لغضب هؤلاء إن غضب هؤلاء فإن الله يغضب لهم ويوشك أن ينتقم ممن أغضبهم فلذلك يعني سيدنا أبو بكر تجف لها فخرج مسرعا فقال يا إخوتاه أغضبتكم يا إخوته أغضبتكم قالوا لا ويغفر الله لك يعني ما أغضبتنا هذه القصة يعني هي غير قد يقرأها القارئ ويمر عليها لكن راه فيها سلامة الصدر هاد الناس راه مستضعفين ومع ذلك خص النفوس ديالهم تبقى سليمة حتى هذاك الغضب اللي يمكن يشعروا به بأنه سيدنا أبو بكر هو أعظم رجل في المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قال لهم شي كلام عجبهم ولا ما عجبهمش راه ما يقدروش يردوا عليه غادي يكتموا هذا الشيء ويسكتوا لذلك جاء فقال أغضبتكم قالوا لا ويغفر الله لك فأراد أن يمسح ذلك من نفوسهم حتى يكون سليما من تلك التبعات رضي الله عنه وأرضاه ها هنا أثر عجيب لابن عباس رضي الله عنه عن ابن بريدة الأسلامي قال شتم رجل عبد الله بن عباس شتم رجل عبد الله بن عباس تصوروا معي لو كان بينكم رجل من العلماء رجل من العلماء كلكم يعرف قدره ومنزلته وجاء رجل فشتمه كيف يكون وقع ذلك عليكم؟ لا شك انكم تستنكرون ذلك استنكارا عظيما كيف؟ ما وجدت من تسب وتشتم الا هذا راه راه عالم هذا اذا سيدنا عبد الله بن عباس حبر هذه الامه وترجمان القران ومع ذلك ياتي هذا الرجل فيشتمه فماذا قال له؟ وشوف سيدنا عبد الله بن عباس يعني ماشي رد له الشتيمه وقادر على ذلك ولو ردها لكان انتصارا مشروعا ما تجاوز فيه يعني ولا اعتدى لان الله عز وجل اذن لنا في الانتصار اذا ظلمنا هذا الرجل شتمه اش قال هو؟ شوف سبحان الله وسبحان الله الكلمه فيها فائده لنا قال انك لتشتمني وفيه ثلاث خصال عيب عليك عيب عليك تشتمني وانا في ثلاثه ديال الخصال يعني من كانت في هذه الخصال في الحق لا يستحق ان يشتم يمكنش يعني الناس يمكن يشتموا شي واحد اللي كيوقع كي في شي جرائم كيوقع كي في شي منكرات في شي فسق في شي كذا يكون سيء الخلوق دائما الخصومه دائما الممارات مع الناس انا في هذه الخصال يعني في الحق اللي عرفها ما تخطر ليش كاع على بالو يشتمني انك لا تشتمني وفي فلا تخسر. اني لاتي على الايه من كتاب الله عز وجل فلوددت ان جميع الناس يعلمون منها ما اعلم منها اني لاتي على الايه طبعا هو ببركه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم اوتي فهما في القران اذا اعظم تفسير الان هو تفسير ابن عباس رضي الله عنه يعني المفسرين الذين يعني يسندون تفسير الآية اللي كيذكروا كابن جرير الطبري وكابن أبي حاتم وكذا أعظم تفسير الآية ولا يقدمون عليه غيره إذا وجدوه وقالوا قال ابن عباس في قول الله عز قال ابن عباس عاد كيجي قال مجاهد قال فلان قال فلان ابن عباس هو القمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في القصة المعروفة لما بات عند خالته ميمونه الخاله ديال سيدنا عبد الله بن عباس كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم ام للمؤمنين فلما كانت نوبتها والنبي صلى الله عليه وسلم يبيت عندها تلك الليله بات عبد الله بن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وميمونه قال فنام النبي صلى الله عليه وسلم واهله في طول الوساده ونمت على عرضها كيعطيك أم وملي قام في الليل قام يصليته هو شافونا ويصلي وقام عن شماله فاخذ باذنه يفركها واقامه عن يمينه ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم ملي قرب الصبح سيدنا عبد الله بن عباس هو وجد الماء وجد الماء باش يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم فلما راى ذلك الماء قال من وضع هذا قالوا ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب فيقول ابن عباس رضي الله عنه والله ما من آية في كتاب الله إلا وأعلم متى نزلت وفيما نزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لركبت إليه كاين شي آية في القرآن إلا كان عرف وقتاش نزلت والسبب فاش نزلت وكنا نعرف شي واحد عنده شي علم زائد ويمكن تبلغوا الإبل نركبوا راه ما نقصرش غادي نمشي حتى لعندو ونسولو عليه من حرصه على فهمي كتاب الله عز وجل. اذا كيفاش تشتمني وانا عندي هذه الخصله هذه؟ والخصله الثانيه قال: واني لاسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فافرح به، الحاكم المقصود به هنا القاضي. اسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فافرح به ولعلي لا اقاضي اليه ابدا. لعلي لا اقاضي اليه ابدا، يعني ما عنديش شي قضيه ولا شي ملف كينتظر. يقول مثلا آه ذاك القضيه فرحت تخاصموا عنده دوك جوج وحكم بالعدل اذا انت من غادي يوصل النوبه ديال الملف ديالي راه يحكم بالعدل لا لعلي لا اقاضي اليه غير وصلني الخبر بانه حكم في الشام او في اليمن او في مصر بعيد عليا ومع ذلك فرحت لان عدل الله اقيم في الارض كيف راح بالعدل شوف دابا سلامه الصدور والفقه في الدين كتفرح بانه كاين العدل كتفرح بانه كاين الفهم في القران وتريد ان يعم هذا الفهم في القران كما كان يقول الشافعي رحمه الله قال وددت لو ان الناس تعلموا هذا العلم الذي في كتبي ولم ينسب الي حرف منه قمه في الاخلاص يرجو رب عز وجل كيقول هذا الشيء اللي الفته تمنيت الناس كلهم يتعلموه ويفهموه وما ينسب لي حتى شي واحد شي حاجه بلا يقول قال الشافعي لأن هذا فضل الله عز وجل أريد أن ينتشر في الناس شوف السلامة ديال الصدور كيف كانت عند هؤلاء الخصلة الثالثة قال وإني لأسمع بالغيث مطر شتاء وإني لأسمع بالغيث أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح وما لي به من سائمة وما لي به من سائمة يسمع بأنه شتاء طاحت في شي ماشي عنده الغنم كترعى تما وانما يفرح لان اولئك اصابهم الغيث وفرج الله عليهم كربهم كانوا في ضيق وكانوا في شده فانزل الله عليهم الغيث ففرحوا به وسقوا واستقوا وشربت انعامهم وسقوا زروعهم فيفرح لذلك وليس له بها سائمه ما عندوش الغنم تطرعات ما ولا عنده شي بلاد محروطه تما وانما يفرح لفرح المسلمين هذه هي سلامه الصدر دخل الناس على ابي دجانه رضي الله عنه وهو مريض وكان وجهه يتهلل طبعا الاصل في المريض انه يتغير لونه ويكون لونه شاحبا ان المرض تغير اللون لكن دخلوا عليه واذا بوجهه يتهلل فقوي فقيل له ما لوجهك يتهلل؟ قال ما من عمل شيء اوثق عندي من اثنتين. يعني هو بحاله بحال الناس كيصلي بحال الناس كيصوم بحال الناس يعني العبادات التي يشترك فيها مع الناس يعني معلومه ولكن هو يشك في خصلتين بلغتا به ما يرون. قال لك ربما يكون يكون جوج خصلات قال: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني والأخرى وكان قلبي للمسلمين سليما كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني أنا والله أتعجب في أناس لا يجدون راحة إلا إذا حشروا أنوفهم فيما لا يعنيهم عدوك يرتاح كتلقاه تيسول وينقب ويتحسس ويتجسس ويتتبع العثرات وفلان داز وفلان مشى وفلان خرج ويمشي يسول مول الحانوت ويسول اي واحد كيقول لي راه بان لي فلان داز من هنايا هز شي حاجه في يدي ما عرف وفلان جا عند ياك ما عنده وفلان شتها خارجه كذا زربانه ما تخصمت مع الراجل وشي ناس جاو هذاك ما بغاو يخطبوا عندهم بنتهم ويعني مرّد راسه هو بهذاك الشيء يعني عما يعنيه قديما كان كان يقال وهذا راه مثل كلكم كتعرفوه كان كيقول كي لك هذاك الشهر اللي ما نشد كراه نزيد حسابه في راسي الشهر اللي ما نشد كراه كان الإنسان يعني كيكون عنده حانوت ولا عنده ارض يكتريها و... وكيتسنى راس الشهر كيقول كي لك بلاتي باش نمشي عند ذاك المسكين نقول له بسم الله ولكن قال لك هذاك الشهر انا اش بنزيد كاع توا نعمر في راسي كتلقى الناس كيعمروا رؤوسهم امور ما لا ليس لهم بها حاجه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا هذه ما تكفي تكفي هذه ولا ما تكفيش واش الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لك من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني شنو مفهوم المخالفه أن تتبعه ما لا يعنيه هذا من سوء إسلامه إلا لقيت الإنسان تتبع ما لا يعنيه ما لا يحتاجه ما عنده تشي صلة به وخدمتي في نكش وسؤول وكذا وكذا هذا من سوء الإسلام إذا إذا أردت أن تكون حسن الإسلام فعليك أن تقبل على شأنك وأن تدع أمر الناس ولا تشتغل بذلك وهذا غادي طولا نختموا بواحد شي كلام ديال ابن القيم يحكي فيه عن خلق شيخ الاسلام رحمه ولعلكم سمعتم هذا قال وكان بعض اصحابه الاكابر يعني بعض اصحاب ابن تيميه الاكابر طبعا من اللي ابن القيم من العلماء الكبار ويصف هذا الرجل بانه كبير يعني لا شك انه يعني من العلماء الكبار قال كان بعض اصحابه اي اصحاب ابن تيميه الاكابر يقول وددت اني لاصحابي مثله لأعدائه وخصومه وددت أني الأصحاب تمنيت أنا نكون كنتعامل مع الأصحاب ديالي كيف كي يتعامل ابن تيمية مع الخصوم ديالو ومع الأعداء ديالو يعني كيف كي يتعامل مع الخصوم يعني يتعامل بسلامة صدر يتعامل بأخلاق راقية جدا يعني تصور هذه الأخلاق باش كيتعامل شيخ الإسلام مع الأعداء ومع الخصوم أكابر العلماء يتمنون لو استطاعوا أن يصلوا إليها فيتعاملون بها مع أصحابهم شوف شو عجيب هذا والله لو تأمله المتأمل وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه قال وما رأيته يدعو على أحد منهم قط ما رأيته يدعو على أحد منهم قط ما عمري سمعته يدعي على شي واحد بل كان يدعو لهم بل كان يدعو لهم غير باش تفهموا القضيه راه الاعداء ديالو الخصوم راه مختلفين معاه في شي امور فرعيه مختلفين معاه في شي اصول كان بعضهم يحرض عليه هم الذين سعوا في ان يسجن وقضى شطرا من حياته في سجن القلعه في دمشق حتى مات هناك رحمه الله رحمة واسعة إذن هاد الخصوم ديالو راه ماشي شي وحدين خالفين معاه في مسألة فقهية ولا كذا خصوم كان بعضهم يقول لأمير الوقت اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في رقبته أنت راه بري منه أنا كنقول لك هذا يستحق القتل ابن تيمية يستحق القتل قتلو على رقبتي أنا ومع ذلك الشيخ الإسلام يعامله هذا ما رايته يدعو على احد منهم بل كان يدعو لهم قال وجئته يوما مبشرا له بموت اكبر اعدائه واشدهم عداوه واذل له يعني الناس من كيشوفوا بان ديك المعاداه الكثيره التي كان يعادي بها هؤلاء شيخ الاسلام هذو التلامد ديالو والجلساء ديالو كيقولوا دابا الى مات هذاك العدو راه خصو يفرح غير سمع الخبر جا كيجري وقال شتي هذاك العدو ديالو فضاء الارض مش عند الله عز وجل تنين منه قال فنهرني وتنكر لي واسترجع نهرني وبخاه واش انت كتفرح الموت رجل مسلم رجل من العلماء وين اختلفنا معه تفرحوا بموته نهرني وتنكر لي واسترجع قال إن لله وإنا إليه راجعون ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال إني لكم مكانه ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه ونحو هذا من الكلام فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحالة منه فرحمه الله رحمة واسعة انتهى من مدارج السالك لابن القيم رحمه ابن مخلوف المالكي عوف كان من أشد الناس عداوة لابن تيمية رحمه الله بل كان يفتي بقتله هذا من الناس اللي كانوا بأن شيخ الاسلام حلال الدم يعني اذا قتله الامير فلا فلا عتب عليه كان يقول ما راينا مثل ابن تيميه ما راينا مثل ابن ابن تيميه حرضنا عليه فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا ماشي فقط سمح لنا سمح لنا وبدا كيدافع علينا لان شيخ الاسلام لما تولى السلطان الناصر لان الايام دول اليوم كيكون هذا طائفة غدا كتكون الطائفة الاخرى تولى السلطان الناصر فعرف قدر شيخ الاسلام وقربه واراد ان ينتقم له من اعدائه الذين امروا بسجنه لكنه رحمه الله قال له ان ان قتلتهم من اين تاتي بمثلهم هم علماؤك ونحو ذلك الكلام حتى سكنه هذا شيخ الاسلام الذي يقع فيه الناس الان ويظلمونه ويرمونه بكل نقصة علاش لانه كان عالما وكان لا يخشى في الله لومة لائم وكان ينصر الحق لذلك رد على النصارى ورد على الرافضة ورد على الصوفية ورد على يعني أهل التأويل وأهل الكلام ورد على المعتزلة ورد على الجهمية جميع الطوائف ورد على المناطق ورد على الفلاسفة كاع فيما كان شي انحرافات فكرية كتبقى شيخ الاسلام رد عليهم والردود القوية بالحجج البينة الباهرة مش رد فقط بحال الردود ديال هذا الزمان ردود قوية يستعرض الشبهة ثم يكر عليها واحدة واحدة حتى يدحضها ويذهبها لذلك هما ما لقاو حتى شي حاجه لان الاصل في السجال والخلاف الذي يكون بين اهل العلم المختلفين هو ان تقارع الحجه بالحجه من الذي يلجا الى السلطان اسيدي ما كذاك حتى يتغلب وينهزم ما عنده حجه فيستقوي بالسلطان لا لا جهه شوف هادو خصهم هادو راه خصهم الحبس خصهم كذا طيب احنا علاش مختلفين الاصل في المختلفين من العلماء إن كانوا صادقين وركزوا على هذا إن كانوا صادقين أنهم يريدون حماية الشريعة هذا هو الأصل خاصك تكون تفش كتكون كترد على واحد من العلماء اللي كيخالفوك تريد أن تنصر الشريعة كيبان لك بأنه هو قد أتى بشيء مخالف للشرع وأنت تريد نصرة الشريعة لذلك ترد عليه ماشي هو انتقام شخصي ماشي هو مثلا منافسة على منصب أو على مال أو على جهل لا الأصل فيك أنك تريد أن تنصر الحق وأن تنصر الدين وتعتقد بأن من يخالفك قد يعني جهل أمر الدين وراه هو كيوقع في البدع وتيوقع في كذا وكترد عليه فلماذا تلجأ إلى غيرك وتستقوي به إذا جوا هذا شيخ الإسلام كان يقول وأنا في ساعة صدر لمن يخالفني فانه وان تعدى حدود الله في بتكفير او تفسيق او افتراء او عصبيه جاهليه فانا لا اتعدى حدود الله فيه. شو سبحان الله ده. هذا من اين لنا بمثل هذه القلوب؟ هذا قال لك ساعات الصدر قال لك الا تعدى علي شي واحد بتكفير او تفسيق او افتراء او عصبيه جاهليه فانا لا اتعدى حدود الله فيه. الان بعض الناس يقابل الناس تكفيرا بتكفير وتفسيقا بتفسيق هو تكفر ربما يكون صادقا ويغلب على ظنه انه نطق بالكفر ولكن انت ما كتشوفوش كافر كفرتني انا كفر انت هو الكافر هذا مش كلام علمي ليس كلاما شرعيا فلا ترد ان لان لنا التكفير لنا حكم شرعي يحرم عليك أن تكفر أحدا دون دليل شرعي حرم ماشي هو كفرك خصك تكفر تنتقم لنفسك لا قال لك بل أنا لا أتعدى حدود الله فيه بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه انتهى من مجموع الفتى للشيخ الإسلام رحمه الله اذا المقصود هو ان هاد سلامة الصدر يعني من الامور الجليلة العظيمة انا غادي نختم بواحد الكلام ديال ابن القيم رحمه الله يذكر فيه الفرق بين سلامة الصدر وبين ان يكون الرجل أبلها مغفلا كاين الناس اللي كيظنوا كي بانه ذاك اللي سليم الصدر كيقول كي لك درويش مهبول شوية يعني راه دغيا غي يضحك عليه دغيا <بغير> كذا <كده> فيجعلون هذا ملازما لهذا فيرده وهذه الشبهه رحمه الله يقول الفرق بين ذلك ان سلامه القلب تكون مع عدم اراده الشر بعد معرفته هي سلامه القلب هو ان الانسان يعرف الشر ولكنه لا يريده ماشي هو مجمك ما عارفش لكن كيظن كاين الناس اللي كيظنوا بانه سليم الصدر هو داك مسكين على نيته كيقول لك مهل ماشي هو هذا سليم الصدر المقصود لذلك قال سلامة القلب تكون مع عدم إرادة الشر بعد معرفته فيسلم قلبه من إرادته وقصده يسلم قلبه من إرادة الشر وقصد الشر لا من معرفته والعلم به أما المعرفة والعلم بالشر فهي حاصله هذا بخلاف البله والغفله هذا بخلاف البله والغفله فإنها جهل وقله معرفه وهذا نقص لا يحمد به صاحبه هذا نقص ماشي كمال ماشي يحمد الإنسان على الغفله يحمد الإنسان على كونه أبله لا يحمد الإنسان على سلامة الصدر مع معرفة الحق ومعرفة الشر ولكنه لا يريد الشر فالامر كما قال عمر رضي الله عنه: لست بخبٍ ولا يخدعني الخب لست بخبٍ ولا يخدعني الخب يعني لست بمخادع والمخادع لا يخدعني لست بخب قال وكان عمر اعقل وكان عمر اعقل من ان يخدع كان عمر اعقل من ان يخدع يعني العقل دياله كان موفورا فلا يستطيع أحد أن يخدعه لتمام عقله ورجاحته وأورع من أن يخدع ورعه يمنعه من أن يخدع غيره إذن عقله يمنع غيره من أن يخدعه وورعه يمنعه من أن يخدع غيره لست بخب ولا الخب يخدعني أنا راه ما كان نخادعش الناس وما نغدرهمش وما نخونهمش ولكن شي واحد يقول كيقول مراسو مطور وكذا راه ما يدوزهاش عليا راد له البلو وفاطم اذا سلامه الصدر ليست هي الغفله وانما هي معرفه الشر ولكن البعد عن ارادته وعن قصده الانسان تيعرف الشر ولكن هو القلب ديالو باغي الخير باغي يعني يعني السلامه وبغي المحبه لجميع المسلمين اذا هذه هي سلامه الصدر فنسال الله عز وجل أن يجعل قلوبنا سليمة للمسلمين جميعا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا، إنه بكل جميل الكفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك